على فكرة أنا كنت عارف إنك حابة تعملي لي مفاجأة بسفرك إلى ميامي. صحيح كانت مفاجأة بس ثقيلة. أنا آسفة أستاذ سعدي، ما كان عندي وقت عشان أحكي لك. لا لا، أنا بعرف إنه أنت كثير مشغولة اليومين بصفتك يعني رئيسة قسم. بعدين مش بعيد هالكم من يوم احطك هون محلي مديرة. محلك مرة واحدة؟ يعني اصير مدير يا سعدي؟ طبعا، انت افضل مدير للدائرة. طب وانت وين بدك تروح؟ فعلا انت لما تصيري مدير انا وين بدي اروح؟ انا بتعرف وين بروح؟ انا بروح على ميامي. خلص يا سعدي، لما تحطني مدير محلك بعطيك العنوان هناك وبتنزل بنفس الفندق اللي أنا نزلت فيه. وين رايحة؟ رايحة شغلي. بدك إشي؟ بدي إياكي تربي لي هالموظفين. أربي الموظفين؟ بدي إياكي تمشيهم على العجين ما يخربطوه، يمشوا على البيض ما يكسروه. أنا حطيتك رئيسة قسم لأنك صلبة عنيدة شديدة، وعلشان هيك أنا حبيتك. أنا حبيتك لأنك عنيدة.